بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ان شاء الله هنعمل اختبار. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا شفنا دلوقتي مع بعض زميلنا وهو بيعمل عينه الوزن النوعي للركام الخشن، وقلنا الركام الخشن اللي هو فوق منخل 5. شفناه في فيديو، خدنا منه التقرير الراجل عمله، ففي ثوابت عندنا. لو نتذكر نفس اللي حصل بالنسبه للفايل زان في الاختبار اللي عملناه من فتره، طلع عنده هو ثلاث حاجات، الا وهي الحاجه الاولى او مثلا واحد او اسميها ايه، مثلا عنده وزن العينه جافه. هو الحاجات دي تعتبر شبيهه للخطوات اللي تمت بالنسبه للرمل، مع اختلاف في المعادلات والحسابات. الحاجة التانية بي اللي هي الثوابت، وزن العينة احنا قلنا انها جافة يبقى مشبعة على طول عكسها في حالة الاس سي دي. احنا ممكن نكتب اوزان عشان لو اي حد عايز يعرف وزن العينة المشبعة اللي بدأ بيها الشغل كانت 3500 جرام. وزن العينة بعد ما جت في 24 ساعة كانت عاملة 3460 جرام. الحاجة الثالثة اللي جابها نقول عليها مثلا سي، كانت عاملة اللي هي وزن العينة ناخد بالنا من دي في الماء وهي مشبعة. العينة وهي مشبعة راجل وزنها جوه المية، اديته وزن قد ايه؟ اديته وزن 2172 جرام. احنا من خلال الثلاث حاجات دولت اللي هي وزن العينة جافة، وزن العينة مشبعة، وزن العينة في المية، هطلع أربع حاجات من الاختبار. هنجيب أول حاجة الوزن النوعي الجاف، والمعادلة بتاعت الوزن النوعي الجاف أو الكثافة الجافة للركام الخشن هتبقى عن طريق وزن العينة جافة على وزن العينة مشبعة ناقص وزن العينة في المية. دول الثلاث حاجات اللي هدخلهم مع بعض في المعادلة وهيدونا الكثافة الجافة. من الأوزان اللي الراجل جابها وكتبناها في أولها هناك، وزن العينه جافه كانت يبقى هقول كام بتساوي 3460 جرام. هقول على وزن العينه مشبعه، وزن العينه المشبعه اللي هو الراجل اشتغل بيها كانت 3 كيلو و500، هقول ناقص وزن العينه في الميه. لما هو غطس العينه في الميه وزنها كانت مدياله 2172 جرام. لما اجي انا اصفي المعادله ديت هقول 3460 على الفرق ما بين الوزنتين عمل 1329. انا بكتب الارقام دي لان هي دي فعلا اللي طلعت في الحسابات مع الراجل. لما اجي اقول يساوي هلاقيها هقسم 3460 على 1329 هلاقيها عامله 2 بوينت، زي ما الراجل طلعها هو 2.605. يبقى ديت الكثافه الجافه بالنسبه للركام الخشن. احنا جبنا الوزن النوعي الجاف، دلوقتي هنجيب مع بعض الوزن النوعي المشبع او في حاله الاس اس دي اللي هي ساتوريد ستيفن دراج. المعادله بتقول وزن العينه المشبعه على وزن العينه المشبعه ناقص وزن العينه في الميه. وزن العينه المشبعه لو نتذكر مع بعض لما جبنا الكثافه الجافه كانت 3 كيلو و500. وزن العينه مشبعه برده كانت 3 كيلو و500، يبقى دي داخله في الطرفين. هقول ناقص وزن العينه في الميه كانت عامله حسابيا عامله 2172. انا بقى هصفي المعادله ديت زي ما الراجل طلعها ونشوف العينه هتعمل ايه. هقول اعمل شرط الكاس واقول 3 كيلو و500 اللي هي وزن العينه المشبعه على وزن العينه المشبعه 3 كيلو و500 ناقص وزن العينه في الميه اللي هي 2172 هتساويهم 3 كيلو 500. انا بحاول اكتب بالتفصيل على قد ما اقدر، على 3500 ناقص 2172 عملت 1329. لما اجي اقسم 3500 على 1329 هلاقيها بتساوي لي 2.634.
نقدر نقول كده ان دي الكثافه الرطبه للعينه. تالت حاجه هنجيبها مع بعض هنا في الاختبار مش عملناه مع بعض، هنجيب الوزن النوعي الظاهري. فالمعادله بتقول وزن العينه جافه على وزن العينه جافه ناقص وزن العينه في الميه. طب وزن العينه جافه كان كام؟ كان لما الراجل طلعها كان 3 كيلو 460 جرام. طب يبقى دي بوار هي نفس الوزن 3 كيلو 460 جرام. اول ناقص وزن العينه في الميه كانت معانا ما شفناها في فيديو كانت 2172 جرام. انا هصفي المعادله دي وهقول وتساوي اعمل شرط الكسر بتاعتنا اللي اتعودنا عليها، اقول 3 كيلو 460 هي وزن العينه جافه على وزن العينه جافه اللي هي 3 كيلو 460 ناقص 2172 وده وزن العينه مغموره في الميه. اقول تساوي برضه تاني 3 كيلو 460 على هقول 3460 ناقص 2172. الحسابات لما حسبناها كانت عامله 1288 جرام. لما اجي انا اقسم 3460 على 1288 كانت عامله لي 2.686. دي بديت الوزن النوعي الظاهري للركام الخشي. والامتصاص هيجي نتيجه وزن العينه مشبعه ناقص وزن العينه جافه على وزن العينه جافه في 100. لما نيجي نصفي المعادله بتاعتها هنقول وزن العينه المشبعه هيبقى 3500 اللي هي وزن العينه المشبعه ناقص وزن العينه جافه اللي هي 3460 جرام. هنقول على وزن العينه جافه على وزن العينه جافه اللي هو 3460. هنقول ده هتساوي لو طرحنا 3460 من 3500 هيديني 40 جرام، وال 40 جرام دي معناها الفرق اللي او الميه اللي شربتها 3 كيلو 460 جرام شربتها فزادت وبقت 3500، يبقى 40 على وزن العينه جافه 3460 هتيجي ان دي هتساوي 1.2% لو احنا حسبناها. يبقى نسبه الامتصاص بالنسبه للركام الخشب اللي هو الاوفر سايد اللي هو فوق منخل 5 بيعمل 1.2%. ممكن الرقم ده يختلف على حسب نوع الماتيريال. كده خلصت كده الوزن النوعي للركام الخشن، واتمنى ان اكون وفقت واشكرك. احنا هنا معانا المواصفه اللي احنا شغالين من خلالها، احنا قلنا هنشتغل على المواصفه اللي هي اس تي ام سي 127 وهي ظهر قدام مننا سبيس في جرافتي اند ابسوربشن اوف كورس اجريت. ده طبعا كورس اجريت اللي هو الركام الكبير اللي هو فوق منخل 5. وهنا معانا وصف الجهاز اللي احنا اللي هنشتغل بيه اهو برضو واضح قدام مننا برضو، وبرضو في نفس المواصفه برضو اللي هي اس تي ام سي 127 مدينا هنا الاوزان ما قلش عنها. لو ناخد بالنا بدايه من منخل 150 مللي 15 سنتي لحتى 12.5 بيقول لي اخد من كل مقاس وزن قد ايه، الحد الادنى للوزن اللي هشتغل بيها برده في نفس المواصفه برده. وبرده في نفس المواصفه برده هنا طريقه الحسابات يحسبها ازاي الراجل اهيت كالكوليشن اهيت عاملين عليها علامه اهوت. وهنا كل المعادلات اللي احنا تقريبا اعتقد احنا غطيناها واحنا بنحسبها اهيت المعادلات كلها برضو لو عشان الحسابات بتاعتها. وبرضو المواصفه اللي اتكلمنا من خلالها برضو هي المواصفه الاوروبيه اللي هي 1097 الجزء السادس، برضو بتتكلم على الركام. يعني هنا ديت الركام اللي هو الخشن برضو بالنظام الاوروبي هي 1097 الجزء السادس. وبرضو في نفس المواصفه برضو جايب طريقه المعادلات والحسابات اللي احنا اتكلمنا فيها برضو، يعني هي تعتبر شبيهه او تعتبر هي اللي نفس اللي تم في المواصفه الامريكيه. وبرده فيها برده هنا بيتكلم على البروسيدر الطريقه بتاعتها من درجه الحراره والمكان وكل حاجه ممكن برده نقراها ونراجع هل احنا في خطا ولا لا. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات العاصمه والتربه. واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.